ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف في فيديو جديد. فيديو النهارده حسام تيمبو وشهاب الدارك الاسفل. طبعا اللي بعت لي الاغنيه دي اسمه احمد سيلفا. اوكي احمد، انت خليت بسبب اسمك انا قررت اللي هو ازيكم عاملين ايه تقريبا 5000 مره، بسبب ان انا في عربيه بحبها اسمها نيسان سيلفيا. اوكي سيلفيا اس 15 اوكي او 15 اس 15. اوكي الناس اللي بتحب العربيات اكيد عارفينها لان من اشهر العربيات الياباني ده، لو حد ليه يعني في العربيات الموجود. اوكي ما علينا. فطبعا دايما بقول اسمك سيلفيا مش عارف ليه، يعني فاهم اللي هو اول ما اشوف اس اي ال في فاللي هو سيلفيا فاهم على طول سيلفا. اوكي اسم حلو برضه يا سيلفا. اوكي اسم حلو ما علينا، خلينا نشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه ويلا ليتس جو. بداية كده على طول زي النخل زي الفل من قلب المنجم جنان طول جنان طول دب درعنا فك السبع نجيب السجع نكنه في خن والوزن بطن تحفظ وتسم ما تتكلمش بأي مورد جبليش كورفي اسمع منها لعبة ترومبي رشت لندي هتعرف ايدك بعدين عرفي دوبي فقدي سمار في النص نجولو كانتي ده في أرضي بالشامبي عايز وين مبين جانج معظمكم فيني نسقط في بارتي فتتجمع نسوان كتير نفسك فيا شتايلا كان اخرك كالسين في السير لو اصلا كنت كلمتك فاكيد زودت امتكسيكا تتقنك لك على بعدي هتنزل لنا ميكس العرب اكيد زودت امتكسيكا زودت امتكسيكا كالسين في السير لو اصلا كنت كلمتك فاكيد زودت امتكسيكا تتنك لكس على بعدي هتنزل لنا ميكس العربيد ده الكفا ما يكفين انت ازازة تنام منها سطيح في اللغوة الشاكة حياكة ونطلع لك احلى سكيم ده قبول من عند زميلي جيني الطفرة لا ايسيم شبتو طفل انت فاوة ما تعودش على الضال هوم سويت هوم شاب. اوكي عارفين انتو اللي هو حسام تيمبو عشان مش واخد على صوته، لكن شهاب انا واخد عليه فاللي هو اوكي عارف انت اللي هو حد يسمع له ايوه انا عارف انت اللي هو بيبقى فيه راحه شويه فاهم اللي هو عشان كده قلت هوم سويت هوم. شبتو طفل انت فاوة ما تعودش على الوضع سابق كله جري حتى سابني اختار الفضاء مشهد وانا البطل فيش منه ماضي وقبل في جحرك تايب واستحيل في يوم افتكر عبيد كتير على الارض اتبطس قد كل بينا فنفضنا طفت الصنف زوق قمر عمرت المبنى فيكو بتطلبوا مشكا لكا كله جالا جرى انا فيكو عاشا فلوس دي ما بتتقسم. هو مين عامل بيت؟ مش مكتوب للاسف. شهاب انا عاجبني في الاغنيه دي، شهاب انا عاجبني طريقته. اوكي لكا كله جالا جرى انا فيكو عاشا فلوس دي ما بتتقسم مشا كله تركا في كوكب تتبع نبها مندبة والمنتبة شافنا في مرتبة اجدع مزيكا في البلد ده اللي اصطادها من السما دول جورتين ولا اي دو تخافش غير من الله انت تخاف من الهوا وبكفنا من الدوش ما بتخافش من الله انت بتخاف من الهوا ما نخافش غير من غير من الله انت تخاف من الهوا وبكفنا من الدروش الواد ده نحبوش لولا اللي في ظهره واحنا ما نشوفوش. مين اللي عمل البيت؟ اللي عمل البيت جامد فشخ. نحبوش لولا اللي في ظهره واحنا ما نشوفوش احنا ما نشوفوش شغله ما تنفعناش. في بيت عارفين انتوا البيت اللي هو تحسوا ان هو اللي عامله تحس ان هو حاطط قلبه فيه فاهم اللي هو قلبه حاطه في البيت يعني مش عارف اشرحها اكتر من كده. فالبيت ده انا حاسس كده اللي هو عشان كده كنت عايز اعرف مين اللي عامل بيت فاهم اللي هو مين قلب مين اللي في البيت. بس هو ده اللي عايز اقوله ما نشوفوش احنا ما لان سامعين البيز اللي هو فاهم اللي هو تحس ان هو بوم بوم اللي هو تحس ان حاطط هو ده اللي عايز اقصده ان هو حاطط قلبه فيه فاهم بوم بوم. انا مش عارف اتعصب ليه بس لولا اللي في ضهرك
الله انت تخاف من الهوا وبكفنا من الدروش. هاي الحته دي، الحته دي اللي هو تحس انه حاطط فيها قلبه، هو ده اللي بيتكلم فيه. غير من الله انت تخاف من الهوا وبكفنا من الدروش، الواد ده نحبوش لولا اللي في ضهره احنا ما نشوفوش، احنا ما نشوفوش شغله ما تنفعناش، تحكوها ما تحكوش الاسطوره الجرس بلاش. I'm always with my gang gang معظمكم فيني نسقط في بارتي فتتجمع نسوان كتير، نفسك فيا شطايله كان اخرك 30 في السير، لو اصلا كنت كلمتك فاكيد زودت متكسيكا تتنك ليكس عالبع دي هتنزل لنا ميكس العربيد. سمعت لو قدم تكسيكا تتنك ليكس عالبع دي هتنزل لنا ميكس العربيد. سويتم تكسيكا تتنك ليكس عالبع دي هتنزل لنا ميكس العربيد، ده الكفا ما يكفين انت ازازة تنم منها. تاني برضو نفس البيز. واو نزل لنا ميكس العربيد، ده الكفا ما يكفين انت ازازة تنم منها سطيح في اللغوة الشام. اهم تعرف مين عامل بيت حسين تنبول عن البيت كحياكة وانت طلع لك احلى سكيم، دقبول من عند زميلي جين الطفرة لا ايسيم. انا صح، حسام تيمبو هو اللي عامل البيت. اوكي انا صح، اوكي ماشي. سبحان الله انا بقول كده وسبحان الله لين بصيت اللي هو قلت ممكن يكون بروديوسر، ممكن برضو اللي هو لان ستايل بيت مش بتاع شاب. اوكي شاب لي ستايل معين، اوكي بيغني عليه شاب معاه خالد لو انا غلطان مش عارف انا نسيت. فده معاه حد تاني والبيت مختلف شوية سنة اللي هو مش لون شهاب، مع ان شهاب هو غنى عليه حلو. اوكي انا مبقولش ان هو وحش، بس اقصد ان البيت مختلف تماما غير لون شهاب، مش عارف اشرح اكتر من كده بصراحة. فعشان كده انا قلت جايز يكون حسام تيمبو، اوكي لان معمولة بطريقة حسيت ان انا في حتة تانية، ان انا مش في مصر. اوكي يعني الحتة اللي فاتت دي انا ما كنتش في مصر، انا مش بسمع حد بيغني مصري بصراحة. كلمات مصري بس مش في مصر. الحتة اللي جاية دي انا خايف منها وحاسس ان هي مش حلوة بصراحة. زيد في النعم نعيش وينجي، بيج بويز وسطينا انت تبانشي، ماشيين كده وفي حفظ الله، كل وفي ثانية نحضروا الدين، نتزرجروا بس ندمروا الدين، شلحكم يوم الكو شايديا نسني سيوفي ولا تشا لا تشا، ما تسرفوش عفاريكو باتشا، وزيد زيد 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 أستين بتربو بلا وكسة وميل، أنا باجي الحالي سمعت أمريكا انت بتيجي بهوجة وبركيتا بيشام جون. أمن أجلنا شاب الجنة الأحسن بفن خطر انزارك راست تنتن يا حطب للزر. اوكي هو في الاول ده كان شهاب صح؟ امن لا سمعت امريكا انت بتيجي بهوجة لا ده حسين. امن اجلنا شاب الجنة الاحسن بفن خطر انزارك راست تنتن يا حطب للزر في بطن هوكن في الدارك الاسفل شغلة ماشي صلت عليك قبائل ابكي حبوا السحر نقدروا الجمال واللي يعادي المسي يأذي. اوكي برو انا عملت سبسكرايب لناس كتير فشخ، عامل سبسكرايب لناس كتير فشخ. واو انا عم اعتقد الاسبوع ده هيبقى من احلى الاسابيع اللي انا عملت فيها رياكت. اوكي لان انا عامل اغاني لناس، عامل قصدي رياكت الاغاني يعني الناس، الاغاني تقريبا جديده والناس محبوبه كده كده. اوكي والناس انا بحبها اصلا. اوكي فعم اعتقد الاسبوع ده انا عايز الناس تكتب لي اغاني حلوه في الاسبوع ده، انا عايز الاسبوع ده يبقى احلى اسبوع عملته. اوكي الاسبوع اللي بعده هحاول ان انا اعمل حاجه حلوه، بس خلوني اكمل والنبي الاسبوع ده يعني ادوني حاجات حلوه زي دي. اوكي يعني حاولوا تخلوني اللي هو تدوني زق، عارفين اللي هو اعمل حاجات حلوه فاهم اللي هو كده، هو ده انا عايزه. اوكي بس
ربي يكون رايك تعجبكم. انا الاغنيه عجباني اوكي. 4 دقايق فاضل ثانيه وكون كملت ال4 دقايق بالظبط. اوكي 4 دقايق خلاص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ويلا تشوس. اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس.